ممن نستمع الأدعية قبل الدرس؟ هل يمكن أنا؟ تفضلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. من يقرأ هذا الموضوع؟ لكنها ليست موجودة أظن. جيد، نقرأ الأمثلة، نترجم، نتأملها، بعد ذلك نقرأ البحث. البحث أيضا قصير جدا. جيد، نقرأ بالتناوب. أستاذة نيلوفر، أنت تبدأين، اقرأي المثال الأول. الدار واسعة. خول كين. هذه الجملة جملة فعلية لأنها جملة الإسمية لأنها بدأت بالإسم. نعم، وما إعراب هذا الاسم؟ اسم مرفوع بالضمة. واسعة أنا قلت خبر بوت. نعم، وخبر مرفوع بالضمة. واسعة خبر مرفوع للضمة. جيد، إذن فهمنا أن هذه الجملة اسمية من أنها بدأت بالاسم. Bu gap ismiyligini, isimle başlanganligidan ismi gapligini tushundik. Al-misal as-sani, iqra'i ustaz al-abar. Al-jawu mu'tadilun. Hava mu'tadildir. Hazi jumlatu ismiye li'annaha bada'at bil ism al-jawu. الجو مبتدا معتدل خبر. جيد، ثالث، المثال الثالث، اقرأي عسالة. الغبار سائر. كان سائر نما استاذ كوترلغان. كان كوترلغان. الغبار مبتدا مرفوع بالضمة، سائر خبر مرفوع بالضمة. نعم، من أين فهمت أن هذه الجملة اسمية؟ لماذا؟ نعم، رسالات. من أين فهمت أن هذه الجملة اسمية يا عسالة؟ جملة مفيدة. لا، لأنها بدأت بالاسم. نعم، هكذا. جيد، المثال الرابع، اقرأي سليمة. أستاذة نيلوفر، اتصلي بأستاذة فاطمة من فضلك. تفضل. الشارع مزدحم. كوتا نقا جاو جمدر ما جاو جمدر مزدحم جاو جمدر تو تقلنج تور أز أنا فرب أز بر مينوت Nilufar opa, mushtariy nomeri yo'qmi? Vaqti o'zgarganini bilmaydi-ku, e'tibor unga etmamaysin achiq. Bor, bor. Ha, shundoq qilib yuboring, kirsin bu, chunki nahv va sila bilan o'qish uchun o'zi bu guruhga qo'shilgan edi-da. Ha. Rahmat, baraka toping. Barakallohu fiki ya ustozani. Amin, rahmat. Tafaddali Salima, izan ash-shari'u muzdahimun, ma ma'na?
كوتشا نخا جاو جملر لأنها هذه جملة الاسمية لأنها بدأت بالاسم الشارع مبتدا ومزدحم خبر الشارع معرفو بالضمة مزدحم خبر معرفو بالضمة هكذا في نفس الوقت نقول أنه مبتدا ومرفوع سراز مرفوع لجنامي تكتامس مبتدا خبر دب كيجا وأشارع مرفوع دب إتمي مسكو كتادة وشانجون الشارع مبتدا مرفوع مرفوع بالضمة مزدحم خبر مرفوع بالضمة نقول هكذا واضح؟ مثال خامس زليها أنت دخلتي زليها كرودكو يقولم يعني تشكيتم اقرأي كمالة المثال الخامس الطريق ضيقة الطريق الطريق ضيقة يولتر طريق جيد ما نوع الجملة ما نوع جملتي جملة الاسمية لأنها بدأت بالاسم طريق ما إعراب الطريق ضم ما موضعه في الجملة يبتدي أورنا نما الطريق مبتدأ مرفوع بالضمة كرري مرفوع بالضمة الطريق مرفوع بالضمة مبتدأ مرفوع بالضمة مبتدأ مرفوع بالضمة ضيقة ضيقة خبر مرفوع بالضمة أيضا ضمة تنتمي نقول بالضمة فقط نقول الحركة ولو كان تنوين أو غير تنوين أو يعني معرفة نقول الحركة فقط حركات توزن تمس تنوين لي لكن إتش مش شرط تمس تنوين لي بوسن يوكي عال لي بوسن حركات إتلاد إعراب ديجندة سو زاخر حركات إتلاد جيد لماذا نقول أن مثلا الطريق مبتدأ وضيقة خبر؟ لأن لكل مبتدأ لابد أن يكون خبرا. خربت مبتدانا البتة خبر بولش شعر بقايدة ربتل ده. اسم ده قصة جاب بوق جانمز ده مبتدأ صبار بوسة البتة خبر قيس لجيجا قرش مسكري لكل مبتدأ خبر ولكل فعل فاعل ديشاد خد أناسس بولا بومي ديگاندي هر بر مبتدانا خبر بولادي و هر بر فعلين فاعل بولادي ديگان قايدة بار شو اسمزدن چخمس لگي كري و هل يوجد الأسئلة متعلقة بهذه الجملة الطريق ضيقة عندك يا كمالة؟ يوجد ما ديكنا؟ بار ما ديكنا؟ سؤال إذا باش قطعنا هل يوجد سؤال بهذه الجملة؟ لماذا؟ انظري الطريق ضيقة لأنها طريق çünkü أنها جنس كراتيكي سوز أوزه أصلا نعم صحيح من أين تعرفين أن الطريق مؤنث؟ لا الطريق مؤنث لكي نقد تام بالأرديس Özet hemen kaldım aldı dedi manas bu ki yani çünkü ben manas bu ki. Ah kubçili bilmedi de. Tariqni muannasligini Qur'on-i Karimda sabil so'zini Alloh jinski rotda muomala qilib bergani uchun
subul yoki sabil so'zi kelganda unga nisbatan jenskiy rod olmoshni ishlatgan Alloh taolo shuning uchun olimlar sabil so'zini jenskiy rodda ishlatgani uchun Alloh o'sha ma'nodagi tariq işte sabil bilan tariqni jenskiy rod deb olishgan. Sabil ham yormishunda? Sabil ham jenskiy rod bo'ladi. Sabil degani ham yo'l degan. Yo'l. Ma'no tariqni. Rahmat, ilmingizdan ham ziyoda bo'lsin. Zo'r narsa o'rgan oldik. Bu ham ma'nosi, bu ham ma'nosi, aytdingmi? Hammamizning ilmimiz ziyoda bo'lsa, amali bilan bo'lsin. Tafaddali Zulayha. Iqro'i. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sadis va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Al-fa'ratu mukhtabi'atun. Al-fa'ratu degani nima? Sichqonda. Sichqon. Mukhtabi'atun degani nima degani? Tutil poymini deydi, adashmasam, lekin hozir anaqa qilamiz. Al-fa'ratu. Ayyo, yashiringan ekan. Yashanganmi? Aha, hozir. Mukhtabi'atun shunda xabar, a? Xabar, albatta. Al-fa'ratu mubtada, mukhtabi'atun xabar. Marfu bi damma. Jayyid. Ustaza Fatima. أنت دخلتي الحمد لله لأن هذا البحث كان لك حان دورك لقراءة البحث لذلك تفضلي اقراء البحث والقاعدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمثلة السابقة كلها جمل مفيدة وكل واحدة منها مركبة من اسمين مركبة من اسمين أولهما مبتدأ والثاني خبر ولأن كل جملة تنوين كاملا ننطق تنوين كاملا لا نترك حركة ثانية ونترك التنوين لا نفعل هكذا شقاشان arab tilini aynan qoidalarni o'rganayotganda masalan kerak bo'lsa Qur'onda ham agar o'sha tanvin etiladigan izhor qilinadigan joy bo'lsa to'liq etishimiz kerak. Mumkin emas tanvinni bitta harakat qilib etish. Mubtada un va sani xabarun hakaza. Iqro'i. Va sani xabarun ولأن كل جملة من هذه الجمل من جمل من هذه الجمل ال يوجد هذه لا نقول التنوين هنا جمل مبدوءة باسم 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 بعد بس باسم bu ism so'zini alifi alif mavsuli bo'ladi. Ism yana ibn so'zini alifi alif mavsuli, ya'ni undan oldingi harakatga qo'shilib o'qilib ketadi. Va ibn bilan birgalikda yana ibnatun ham o'tishib jenskiy rodda faqat keyin isnan bu ham ulanib ketadigan aslali alif keyin isnatan hozir shularni bilsak bo'ladi shular yana bor boshqalari ular sarf faniga tegishli ularni o'sha sarf o'tilganda o'tiladi shu ikkita so'z mashhur ko'p uchraydi bularni alifi o'zidan oldingi so'zni oxirgi harakati bilan ulanib ketilgan vaslali alif bo'ladi bularni yozib qo'yinglar bu ismlar. Voy juda katta qilib vasla belgisini qilishga harakat qilaman. Tushunayotgan bo'lsanglar. Xullas vasla deb yozib qo'yinglar. Vaslali alif deb mana. O'xshamayapti. Mayli, shundaylar-ku Qur'ondagi vasla belgisini qo'yib qo'yasizlar. O'shan nimaga alif turganini tushundingizmi? Bismin.
Ali ism so'zi bor, ism. Masmuki. Mana masmuk deganda ham masmuk deyamiz. Ma ismuk demaymiz, to'g'rimi? To'g'ri. O'shaning uchun bismin bo'ladi. Istamirri akmili. Bismin tusamma jumlatan ismiyatan. Naam, ahsanti. Al-an nutarjimu. Al-amsilatu as-sabiqatu kulluha jumalun mufida. Al-amsila as-sabiqa allati qara'naha wa tarjamna wa ta'ammalnaha al-an. Hozir o'qib tarjima qilib, e'tibor berib, yaxshilab o'rganib chiqqan 6 ta misolimiz hammasi jumal ismiya deb o'tdi. Jumal mufida ham. Tugallangan gaplar. Chunki mana nuqta qo'yilgan, gap tugagan, gapiruvchi odam gapini chala qoldirmagan va eshitgan odamda ham bu gapga doir qani nima bo'lar ekan gap davomi deb eshitib turmayapti. Gap tugadi. Va kullu wahidatin minha murakkabatun min ismayni. Va hamasha o'qigan misollarimizni har biri ikkita ismdan tashkil topgan ekan. Al ismul awwal allazi bada'at bihi al jumla tusamma mubtada. Ikkita ismdan tashkil topgan, gapni boshlab bergan ism nima deb atalar ekan? Mubtada. Mubtada deb atalar ekan. Al ismu sani allazi intahat bihi al jumla tusamma yusamma xabar va gapni tugatib bergan ikkinchi ism esa xabar deb atalar ekan. Ikkita ismdan tashkil topgan ekan. Avvaluhuma mubtada, nima mubtada deb nomlangan shundiga li anna hazihi jumla badaat bi hazal ism. Bu gap shu ism bilan boshlangani uchun mubtada nomi berilgan. Bizda internet ishlab, anaqa mana ovozim kelyaptimi anaqaga? Sizlarga Zoom ahliga. Vash internet soyedineniye не устойчиво деватты де. Hozir menda 2 ta anaqa bordi, ikkinchisiga o'tdik. Balki unda yaxshi bo'lar. Inshaalloh yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Ali sovut vodih. Naam, yaxshi. Roja sovut. Ikkinchi liniyaga, Wi-Fi liniyasiga o'tdim, unda yaxshi bo'ldi alhamdulillah. جيد ماذا كنا نقول نعم لماذا يسمى مبتدا لان هذا الاسم يبدا الجمله الجمله بدات بهذا الاسم بدا يعني boshladi degani الجمله بدات بهذا الاسم gap shu ism bilan boshlangani uchun mubtada degani boshlovchi degani shuning uchun mubtada nomi berilgan. Wal khabar limaza summiya khabaron? Nima khabar deb nomlangan aynan li'annahu yukhbiru anil mubtada. Chunki u mubtada haqida xabar bergani uchun xabar deb nima ekan nomlanar ekan. Wa sani khabarun. Nimaga khabar nomlangani uchun deylar? Endi buni nimaga bilishimiz kerak? O'sha har doim bunaqa ikkita so'z tayyor turmaydi-da. Xabar har xil shaklda bo'ladi. Xabar har doim ham ism bo'lmaydi, fe'l ham bo'ladi. Harf jar va yonida ism majrur bilan kelgan shibh jumla ham bo'lishi mumkin. Nima bo'lishdan qat'i nazar, bitta целый gap. Xabarning o'zi ikkita ismdan iborat jumla ismiyani o'zi ham xabar bo'lishi mumkin-da. O'shanga ashi birinchi kelgan ism haqida xabar berayotgan gapni ikkinchi qismi mubtado haqida xabar beruvchi xabar deb ataladi. Xabar jumla bo'lishi ham mumkin. U narsalar ham keyingi kitoblarda inshaalloh keladi. Wali anna kulla jumlatin min hazihi al-jumali mabdu'atun bismin. Chunki nimaga mubtado deb nomlanibdi? O'sha birinchi ism bilan boshlangani uchun har bir gapdagi birinchi ism mubtado deb nomlanadi va bu gaplar jumal ismiya bo'lgan sababi hammasi ism bilan boshlanganligi uchun ekan. Tusamma jumladan ismiyatan. Shuning uchun
اسمی گپ دیب اتلر کن اسمی گپ چنارلیه انا که گپ دی اسمی گپ بولیشه جاید اقرأ القاعدة استاذ فاطمة كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر تسمى جملة اسمية اسمية نعم جيد إذا نتذكر هذه القاعدة نحفظها كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر تسمى جملة اسمية. مبتدأ وخبر دان تشكيل تبكان خبر جاب نماد بتلر كان جملة اسمية دب أتلر إكان. إسلاب قلمزة مبتدأ وخبر دان تشكيل تبكان خبر جاب جملة اسمية دب أتلر جيد. ونبدأ التدريبات. تمرينات التدريب الأول كون جملا اسمية بوضع أخبار للمبتدأات الآتية هيدا مبتدأ بولدجان سوزلر بيرد من أين نعرف أن هذه الأسماء كلها مبتدأ بو اسم لنا مبتدأ لجنا بس قد تعمل أمس چونك خبرم اسم بولر كانكو بنا خبر قسيچه دساك يوق لا نقول لا نستطيع أن نضع هذه الأسماء في مكان الخبر لماذا؟ لأنها معارف معرفة بوغان لجوشن الفرق بين المبتدأ والخبر لو كان الخبر اسما أجر خبر اسم بسا بوي اتجو خبر اسم ماس بنام باشقى نرسيان بولش ممكن اتجو أجر خبر اسم بسا هو اسم نكرة بولد نكرة بولد لو كان المبتدأ دائما المبتدأ يكون اسما لا يستطيع أن يكون مبتدأ الفعل لا يستطيع أن يكون مبتدأ والحرف أيضا لا يستطيع أن يكون مبتدأ فيل بلا حرف هيش خطا مبتدأ بولاميد فقط اسم مبتدأ بولاليد وخصوصية المبتدأ خصوصية هذا الاسم أن يكون معرفة مبتدأ وظيفة استكية اسم معرفة بولاد عنق بولاد خلص لذلك كل هذه الأسماء كلها مبتدأات شن دعم بو اسم لنا مبتدأ لنا بس بلسي بولاد معرفة كان لنا كل طالب من كنا كل واحد من كنا تضع خبرا لهذه المبتدأات خبرا مناسبا تمام ابدأي أستاذة نيلوفر النخلة حلوية يوكي لذيذة نخلة شجرة طويلة دبيت قليلي طويلة مناسب النخلة طويلة خرمى درخت بلان أزون أزون جيد أستاذة لوبر اقرأ الجملة التالية المدرسة كبيرة المدرسة المدرسة كبيرة مكتب كتب صحيح جيد جملة صحيحة عسالة اقرأ الجملة التالية الثوب جديدة لماذا جديدة يعني كي لماذا جديدة جديدة جديد نعم جديد لأن الثوب مذكر إذن من هنا مذكر. إذن من هنا نفهم أن الخبر بسبب أنه يخبر عن المبتدأ لابد أن يكون مناسبا للمبتدأ في الجنس والعدد مبتدأ حقد خبر جابنا خبر قسمه مبتدأ حقد خبر بيروت كان لجوشون
uni soniga, jinsiga mos kelish kerakligini tushunishimiz kerak. Yana xabar berayotganim uchun unga mos bo'lish kerak. Mubtado agar muzakkar bo'lsa, u haqida berayotgan xabar muannas bo'lsa, u xabar mos kelmay qoladi-ku. To'g'rimi? O'shaning uchun al-xabar yunasibu lil mubtada. Mubtadoga mos bo'lish kerak. أستاذة سليمة اقرأ الجملة التالية. الحذاء ضيقة في ترك المصدر. الحذاء مذكر أو مؤنث؟ إذا أنت في اللغة الإيطالية يقول ضيق. 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 تار بو نعم ضيق تار جيد و أستاذة فاطمة اقرأ الجملة التالية أستاذة فاطمة هل أنت موجودة؟ الجمل صغير صغير انت بلدك كشكينات هي ممكن نعم صحيح دقيقة جيد زليها اقرأ الجملة التالية الفيل 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 كبير الفيل كبير نعم أحسنتي ترجمي ما معنى الفيل كبير؟ فيل قد كتدر ما نوع الجملة؟ ما نوع هذه الجملة؟ جملة الاسمي؟ اسمية جملة نعم من أين فهمتي أن هذه الجملة اسمية؟ بدأ مبتدأ بدأت بالمبتدأ بالاسم وهذا الاسم يسمى مبتدأ اسم بلا مرشلن يعني وشو اسم دبيتانس وشو اسم باشلا بيرجان وشو انه مبتدأ ديمس واسم ما بربرجة هم باشلا بيرجان شو باي رخوي دبيت تدشن ده اسم باشلا بيرجان جب مبتدأ أحمد Bu dunyo o'shaning uchun ham hamma narsada mana sabab borku sababiyat dunyosi deb shuning uchun aytiladi. Shu grammatik qoidalarda ham hattoki bir narsa ikkinchi narsaga sabab bo'ladi. Gapni ism boshlab kelgancha u gapni shu ism sababli jumla ismiya deb aytamiz. Va bu ism gapni boshida kelganligi sababli bu ism mubtada deb aytamiz. Hamma narsa bir-biriga bir narsaga bir-biriga sababchi bo'ladi. Va ماذا نقول عن الخبر؟ أين الخبر؟ أين خبر؟ خبر كبير كبير خبر خبر وما إعرابه؟ إعرابه ضمة مرفوع مرفوع بالضمة نعم جيد كمال إقرأ الجملة التالية الثعبان أسود أسودون أسود تمام أسود لا نضع التنوين تنوين قومي مس أسود أفعل شكل دبوي اللي بوجه تنوين قومي مس خب الألوان مذكرا ولا مؤنثا لا تنون لون لا ya'ni laun degani rang degani ranglar muzakkar ham muannasi ham tanvinli bo'lmaydi shuni eslab qolsak bo'ldi ranglarni hech qachon tanvinli etmaymiz aswadu savda u aswadu muzakkar savda u muannas ikkaloviga ham tanvin qo'ymaymiz jayid jumla aswad muzakkar sog'ban muzakkar sahih والجملة أخيرة نتركها للبيت والقسم الثاني قسم الباء كون جملة اسمية بوضع مبتدأات للأخبار الآتية إن دبزك خبر بيرجان مبتدأ قوش إسكري
ماذا نفعل؟ ابدأي يا أستاذة نيلوفر. حلو شرنا يا أستاذ. نعم. الكعك حلو. جيد. جيد صحيح. حلو مذكر لذلك قلنا كلمة مذكر. كعك. الكعك حلو. نماجي كعك قويديك چونكي حلو مذكر لجدان بونجي مذكر مبتدا قويشمز كيري لجنا بلديك. جملة تالية أستاذ لوبا. الطعام مر. صحيح. الطعام مر. وقد أكثر. نعم. الطعام مذكر. بتر خان. مستديرة ما؟ دمالة. مستديرة. دائرة شكل ده. هم جنس كيروتك. نما دائرة شكل ده. أيلنا شكل ده. Uzulup kaldı mı? Sen yok. Bakayım siz et vas mı? Git işte mi? Kim et vattı? Taze özür. Uzara gel. Uzara gel. Aha. İzen maze mustadira. Nema mustadira yeken? Daire şekildeyken. Fatima be. Al khubzu. Khubz muzakkar ku. Jenski rot nasıl yetişiz kere? Kuratu. Al kuratu la yujadu teşdid. Al kuratu teşdid yok. Mustadiratun. Sahih. Nam. Asala. Nam. طويلة طويل طويل وزن طويل وزن النحل طويل سامبولا دمستاز نخل دیگنده خورمان اسمو جنس ده خورمان عموما خورمالیگه اتلاده خورما درخت دیگنده نخلتون بولده مونس بولده درخت دسیز بولد الشجرو طويل نعم الشجر طويل جيد أستاذة سليمة ضاعي مبتدأ تيز تيزك أنا ها تيز المركب سريع ما معنى المركب ترجمي الجملة مركب إن من جون أنقى ها من الذي ينار سلا همات أولو ها أولو عشان تيز يورا ديان أولو تيز كار أولو تيز كار أولو زليها زليها هل أنت موجودة أو خرجت جميل جميل جل المدرسة جميل يو أنا خلاص فيك يو مشكلة ذكر جا حاضر أي شرايلي دبتي القمر نعم جميل نعم أنا قبل جنس كده طالب ما اسمه الدنيا أنا قد بيت قياش قياش جنس كي قمر موسكو بترور هذا çünkü yok çünkü anaqa qomar la ko'p de boshqa sayyoralarni ham qomarlari bor o'shancha as-sama jenski men bir quduq jenski rod kam topiladigan narsa bo'lgani uchun shams jenski rod ma'naviy jenski deb o'tuvdiga yayid al-qomaru jamilun كما لحن دورك الأسد مفترس شير يرقد نعم. يرقد نعم أحسنت الأسد مفترس والجمل الباقية نتركها للبيت تمام نكملها ضعنا المبتدأات المناسبة لكل خبر
الذي بقي. وكتبنا هذه الجمل أيضا التي فعلناها في الدرس وترجمنا، وكتبنا إعراب الكلمات أيضا، أين المبتدأ وأين الخبر. از گنا حتی بیار مگه بوسه می آزی لیسی لدقل شوچن و نبدأ التدريب الثاني. كون من الكلمات الاتيه جملا اسميه تتالف كل منها من مبتدا وخبر. اندبز aralashtirib so'zlar ismlar beribdi. Quyidagi isimlardan ismiy gaplar hosil qilgan, mubtada va xabardan tashkil topgan ismiy gaplar hosil qilgan. Bu yerda ba'zi ismlar mubtado bo'ladi, ba'zilari xabar bo'ladi. Bir-biriga mos kelishi kerak. Ibtai ustaz Nilufar. As-salbu kiyim. Bunga xabari shu yerda bormi ustoz? Men mumazzaq yirtilgan. As-salbu mumazzaqun. Yirtilgan kiyim yirtilgan. Ulaymiz demak. As-salbu mumazzaqun. Sog'. Na'am. Ustaz Zalobar. Al-maydanu fasihun bo'ladi ustoz. Fasih keng degani, keng degani. Ahsanti, sahih. Keng maydon. Ustaz Fatima. أو عسالة أو سليمة من؟ أستاذنا مغلق. ماذا؟ مغلق. الباب جمتري لا بتين ساعات وتكند أستاذن جابر ميلة. برينش مغلق نان جابر باش لي مزمة. يا أنا أقدم به. أها مسراز مبتدا سبنا أوكي. مغلق مغلق بولش ممكن مغلق يابق دي يعني أجل يابق الباب مغلق. نعم الباب مغلق جيد. أستاذة فاطمة مشتعلة إلين جاند يعني مشتعلة شو لا ترى تيوت كان يعني النار ولدم النار مشتعلة yonayotgan olov. Ustaz Salima. Zabalatunga. O'zi zabalatunda nima? Zabila qurigan degani. Xotinomi? Al-xotinomi. Yo, undan boshqasi bor. Masro, yana ham masro bitta narsa bor. Qurigan degani. Yo'q, yo'q. Bu ani so'lib qolish ma'nosidagi qo'y. Az-zahratu, ha? Az-zahratu zabilatu. Naam. Az-zahratu zabilatun sahih. Va baqiyat jumla wahida faqat yanbusa kamala Zulayha. ماذا باقي عندنا؟ النار مثلا نار مشتعلة ديكو نور تر تر تيون القطن 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 محلوج محلوج أنا وجه أنا يب باشقة بحثة قلة ميدجان بحثة ده وجه قلة بوجان shunda paxta gullab bo'ldi, gullab bo'lgan paxta bo'lib ketdi-da, xotin paxta edi. Gullashdan to'xtang, gullash deyilmas edi-da, o'zi paxtani, anu nima de, urug' gullash emas. Boshqa ochilmaydi-da, paxta bo'lib уже ochilib bo'lgan. Boshqa ochilmaydi, yangi paxta ochilmaydi. Ochilib bo'lgan paxta deymizmi? Ochilib bo'lgan paxta, uni paxta haqida biladigan aniq o'zbek tilida nima desa bo'ladi? Bilmadim, paxta. Boshqacha qanaqadir o'zining akademik so'zi bo'lsa kerak. Paxta ochilib
g'o'za, ustoz g'o'zamidi? G'o'za poyadan vaqti ochiladi-da. G'o'za poya deb u daraxtini g'o'za poya deydi. Ochilib bo'lgan vaqti boshqa ochilmaydi. Mayli. Ochilib bo'lgan paxta deb aytaveramiz endi. Nabda'u at-tadrib as-salis. Kama laka kawin sitta jumalin ismiyatin bihaysu yakunu al-mubtada'u fi kulli jumlatayn marratan min al-insan wa marratan min al-haywan wa salisan min an-nabat. Demak, 6-ta oltita gap tuzishimiz kerak ekan. Ikkita gapimizda mubtado inson haqida bo'lish kerak ekan va ikkita gapimizda hayvondan boshlangan bo'lish kerak ekan va ikkita gapda o'simlikdan boshlangan jumal ismiyala etib chiqargansizlar. Ibda i kamala hana dawruki. Aliyun zakiyun. Zakiyun. Aliyun zakiyun deb aytamiz. Shunda mubtado xabar bo'ldi. Aliyu zakiyun. Ali atoqli ism-ku aytgancha to'g'ri Aliyun zakiyun bo'ladi. Atoqli alam bo'lganligi uchun. Lekin uning o'rniga agar atoqli ism emas, masalan, o'quvchi desa qanaqa aytamiz? At-tilmizu zakiyun. Agar atoqli ism bo'lmagan dedi, al qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kerak bo'lar edi at-tilmizu. Lekin Ali atoqli ism bo'lganligi uchun al qo'ya olmaymiz, shuning uchun Ali yun dedik. Yaxshi. Ustaza Nilufar quli jumlatan allati tabda'u bil hayvan. Ad-dubu vahshiyun. Naam, sahih. Ad-dubu vahshiyun. Ayiq vahshiydir. Jayid. Ustaz Zalobar. Iquli jumlatan allati jumlatan ismiyatan tabda'u bin nabat. At-tufahu hulun. 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 Lekin hulu bilan laziz so'zi bor. Ikkala u ham shirin degan ma'no. Laziz. Hulun bilan lazizi hunaka farq baynal hulu va laziz. Hulu bilan lazizi farqi bor. Laziz lil fawakih va lil ta'am aydan mumkin. Ya'ni lazzatuhu lazzat tabi'iyya. Lazzati shirinligi tabiiy bo'lgan narsalarga laziz ishlatamiz. Ya'ni ichida shak allazi la yujadu fihi sukkar. Walakin al-at'ima o'zi fawakih ham taomga kiradi, hammas taomga kiradi-yu. Lekin al-at'ima allati fiha sukkar naqul hulu. Shakari bor, shakar bilan shirin bo'lgan narsalarga hulu deb aytamiz. O'shaning uchun olmaga hulu deya olmaymiz, chunki olmada shakar yo'q. At-tuffahu lazizun. Lazizun. Jayid. Ustaza Fatima, quli jumlatan ismiyatan allati tabda'u bil insan. Al-waladu mu'addabun. Ahsanti. Tarjimi. Tirishqi odobli bola. Odobli bola. Sahih. Asala quli jumlatan lil hayvon. Al-fi'lu fi'lu kabirun. Al-fi'lu kabirun. Jayid. Shukran laki. Salima quli jumlatan lin nabat. Ustaz Salima. Al-vardatu deymekan. Eshitiryapsizmi ustoz? Naam, asma'u. Al-vardatu gul. Ochilgan maftuhun desak bo'ladimi? Ochilgan?
to'g'ri keladi. Gul ochilishiga mutafattihatun deb aytamiz. Tafattaha fe'li ishlatiladi-da. Gul chunki o'zi ochilish degan ma'noni tafattaha degani o'zi ochildi degan ma'noni bildiradi. Gul o'zi ochiladi-yu, uni birov ochmaydi. A birov ocha degan narsani fataha fe'lini ishlatamiz. Maftuh desa bo'ladi. Lekin buni birov ochmaydi-yu, o'shaning uchun mutafattihatun deb aytamiz. Ochilgan atirgul degan ma'noni bildiradi. Xo'p, shukron laki ya Salima lil jumla mumti'a. Zulayha, hana dawruki, quli jumlatan lil hayvan. Hayvan? Bayi gap aytsam bo'ladimi? Endi bitta gap qaytaravermaymiz-ku. Qaysi gap aytmoqchisiz o'zi? Boya yetdim-ku, alfilu kabirun. Hayvonga, uni uje yetishdi. A, filu kabir. Hozir. Yana qanaqa hayvon edi? Ayya, asmahil hayvonati ta'rifin. Qanaqa hayvonlarni bilasiz o'zi? Ana mushuk qot deb bilmadi. Bizaga anaqa yozishibdi, ana changalok deb atalar ekan. Qayta ochilmaydigan paxtani changalok paxta deb yozib qo'yar ekanmiz. Nima deylar ekan? Changalok paxta deb atalar ekan. Tozalangan emas ekan ustoz bu. Paxtasi uzib olingandan siz nima tozalangan deganini qatta aniqladingiz? Mana tepadagicha mushro qotunni aytyapsizmi? Yo'q, mahlujun. Mahlujun. Changalok paxta deb atalar ekan o'zbek tilida. Shunaqa changalok so'zi bor ekan, men bilmas edim-da. Mana men changalok. Yozib qo'yaymi mamtiga mahlu? Tozalanganga ham to'g'ri kelishi mumkin. Paxtasini terib olgandan keyin yana paxta gullamaydi-ku, уже poyasi qoladi. Lekin changalok deb atalar ekan-da, mana Telegramdagilar bilishar ekan o'zi o'rishib. Rahmat Telegram ahli. To'xtadik. Izan qulti hal qulti ayya ismil hayvan ta'rifina ya Zulayha? Hal hayvon topmadingizmi? Al-qittatu baydawu desam biladimi? Voy jamil. Jamil. Al-qittatu baydawu. Ma ma'na al-jumla bil lug'ati al-uzbekiyyati? Mushuk oqdir. Bilatda al-qittatu baydawu. Na'am. Oq mushuk. Kama la quli jumlatan lin nabat. Jumlatan ismiyatan allati tabda'u bi ismin nabat. O'simlik ismi bilan boshlanadigan ismi gap eting. Komola? Hozir. Al atrgul var. Yo, atr var deshi. Etishdi, atrgulga yana yetmaydi boshqa narsa. Ash-shajaratu uzun deb aytin. Ash-shajaratu tu tawilu. Tawilatun. Tawilatun. Ash-shajaratu tawilatun. Se bitta daraxt aytayotgan bo'lasiz. Bitta daraxt uzun deyotgan bo'lasiz. Ash-shajaru tawilun desa uzun daraxt deymiz. Umuman daraxt jinsini, daraxt zotini aytayotgan bo'lamiz. Farqi shunda. Tamar buta qo'ysa bitta degan ma'no qo'shiladi. Yaxshi, ahsanti. Shukron li jami'ikunna va nantaqilu ila tadrib الرابع ميز الجمل الفعلية من الجمل الاسمية وعين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل فيما يأتي تفضل
ترجمنا الجمل أولا تقرأنا وتترجمنا وتعيننا هل الجمل اسمية أو الفعلية ونجد نعين المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل. هذا واضح. ما لم يفهم وظيفة التدريب؟ واضح واضح واضح. أصبي جديد شم شرط ما؟ يو يو Okay, bayt ham bu. Ala va Zulayho, chundilam. Yo, hozir bittadan qilib chiqasizlar, qolgani uyiga qoladi. Tamam. Gaplarni o'qiysizlar, ismi mi, fe'li mi aytasizlar va ismi bo'lsa mubtado xabarini aytasizlar, fe'li bo'lsa fe'l fa'ilini aytasizlar. Ibdai ustaz Nilufar. Al-ma'u ra'iqun. Suv tozadir. هذه الجملة جملة الاسمية لأنها بدأت من اسمين بدأت من اسم بدأت باشلاند ديجانا اسمين دسي نطور تترقبوا بدأت بالاسم الماء الماء خبر مرفوع بالضمة رائق الماء مبتدأ مرفوع بالضمة رائق خبر مرفوع بالضمة أيضا جيد إذا جملة اسمية جيد أستاذ لوبر اقرأ الجملة الثانية يسقط الجدار هل في الجملة جدار ديوار ما أستاذ ها ديوار 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 سقط قلادة قلايبت ها قلايبت ديوار قلايبت هذه الجملة جملة الفعلية لأنها بدأت بالفعل فعل مضارع يسقط الجدار فاعله صحيح أحسنت وما إعراب فعل والفاعل مرفوع بالضمة كلاهما مرفوعان بالضمة كلاهما مرفوعان بالضمة يسقط فعل مضارع مرفوع بالضمه والجدار ايضا فاعل مرفوع بالضمه مرفوع بالضمه جيد استاذه فاطمه اقراي الجمله الثالثه استاذه فاطمه هل انت موجوده او ننتقل الى عساله او سليمه اقرأي عسالة البرد قارس قارس تيشوچ كچلي دسيگن بولاد بردو برد سوق اها اينه ده اوتو ديگو كچلي سوق البرد قارس هذه جملة الاسمية لأنها بدأت بالاسم البرد مبتدأ مرفوع بالضمة بالضمة قارس خبر مرفوع بالضمة يعني انترنت تمام شكرا لك مرفوعون بالضم نعم شكرا لك سليمة اقرأي الجملة الرابعة يشتد الحر في الصيف اشتريت مثل نعم نعم الصوت واضح يشتد الحر في صيفي يوزا أنا قصق شليبو كشيادة نعم كشيادة هذه جملة الفعلية لأنها بدأت في بالفعل في علم مضارع مضارع يشتد الحر فاعل مرفوع بالضمة في جار الصيفي مجرور نعم شكرا لك يا أحمدي جملة خامسة اقرأي زليها جنى الفلاح قطن قطنة جنى جنى يغدى أوردة
dehqonlar paxtalarni o'rdi. Bu paxta o'rdi ishlatilmas edi. Bug'doy shunga o'xshagan narsaga o'rdi ishlatilardi. Bu paxta teriladi deyiladi-yu, terdi deymiz unda. Dehqonlar paxtani terdi. Dehqon bitta deh, mufrod. Jumlatul fi'li. Jumla fi'liya. Fi'liya bada bil fi'l. لأنها بدأت بالفعل. وأين الفاعل؟ فاعل فلاح. الفلاح. الفلاح فاعل. مرفوع بالضمة. مرفوع بالضمة. والقطنة. القطنة نعم نعم. مفعول مرفوع بالضمة أيضا. إيه منصوب. مفعول به منصوب بالفتحة. بالفتحة. جيد. كما لا اقرأ الجملة السادسة. يجول التاجر في البلد. يجول ما تكنا. يجول. يجول. أيلانا بيراد كيزاد شخرد. شخرد. mamlakatda aylanib yuradi. Mamlakatni kezadi. Sayohat qiladi, so'radim. Savdogar. Sayohatni bu hamma yoqda aylanib yurib anaqa qiladi, de savdo qiladi. Yoqda yo'q. Kezadi deuring. Savdogar mamlakatda kezadi. Ana ul jumla. جملة الفعلية لأنها بدأت بالفعل يجول يجول فعل أي فعل مضارع نعم وما إعرابه انظري إلى الحركة أخيرة في الكلمة مبتدأ مرفوع بالضمة مرفوع بالضمة صحيح نعم وأين الفاعل فاعل تاجر التاجر فاعل نعم التاجر فاعل وإعرابه مرفوع بالضمة فاعل مرفوع بالضمة نقول في نفس الوقت سرازة فاعل لجنة وضمة بلا مرفوع لجنة تشيس كيري بولا تمام والجمل الباقية للبيت نكمل هذا التدريب والتدريبات السابقة أيضا نكملها في البيت التدريب الخامس حول الجمل الاسمية إلى جمل فعلية عند اسمي جاب لنا فعلي جاب جا أيلان ترامس كيف نحول الخبر إلى فعل بهذا بنفس المعنى خبرنا معنا سنبيرو تشف فيل نيشلة ترامس خبرون جا وجملة فعلية بول شوتون لابد أن يبدأ أن تبدأ الجملة بالفعل نقدم نحول الخبر إلى الفعل ونقدم في الجملة. جابنا باشيك قيامس فيل جايلان ترب خبرنا وش فيلنا نما قلامس جابنا باشيك قيامس يبدأي أستاذني يفر الولد نائم بول قروات قلوات كان بول إن نام الولد قلامس بول أخلاد أخلايابت نائم حاضر أخلايابت اسم الفاعل تفيد معنى المضارع اسم الفاعل قلوچة دقا معنى لسوز لا اسم فاعل لا حاضر قبايت دقا يعني مضارع فعلنا معنى سنبيره نام الولد جايلا ترامس نعم يوق مضارع معناسن بيرد دامسكو ينامو الولد ينامو مضارع نام ينامو
نعم عن المضارع ينام ولد ينام الولد نعم أستاذ لوبر اقرأ الجملة الثانية البحر حائج حائج أنا قطول قلنا طول قلنا يبت دينجس دينجس طول قلنا يبت يهوج البحر ولد أستاذ يهوج البحر أحسنتي تلقن لنا كان دينجس تلقن لنا دينجس تلقن لنا نعم أستاذة فاطمة هل دخلتي أو لا؟ يوغا كيلا تشكيت بتلا إذن عسالة اقرأ الجملة الثالثة الشمس مشرقة أغلقان قياش تشرق الشمس بلا دستش نعم تشرق الشمس قياش تشقياب جيد أحسنتي سليمة اقرأي الجملة الرابعة الكتاب نافع كتاب فايدة ليدر ينفع الكتاب كتاب ينفع الكتاب الكتاب ينفع الكتاب كتاب فايدة بالتسيام بنا الكتاب نافع نعم كتاب فايدة لي ينفع الكتاب كتاب فايدة برادة برخل معنا زليها اقرأي الجملة الخامسة الحجرة مظلمة قرابة يعني مظلمة قرابة هنا قرابة قنا قبل أنا تبغى بدين تسكت كندا ظلمة يظلم الحجرة تظلم الحجرة مؤنث بقى يعني تظلم حجرة تظلم بميدة تظلم بلادة çünkü أظلم فعلنا اسم فاعل مظلم بقى نوجون أظلمنا مضارعة يظلم بلادة حجرة مؤنث بقى يعني نوجون تظلم تظلم بلادة تظلم الحجرة هنا قرأه بليبت وجملة أخيرة اقرأي كمالة المطر كثير يمبر كوب كسو كسورا كوبايد مضارع نقلشيس كري كسورا matoru mudari qilishingiz kerak kasurani mudorini aytishingiz kerak yaksuru ha ahsanti yaksuru yaksuru mataru yaksuru al-mataru sahih jayid intahayna min hadha at-tadrib aydan uktubna al-jumal fi at-dafatir wa tarjimna التدريب السادس حول الجمل الفعلية التي الآتية إلى جمل اسمية إن بوت نفس الوظيفة فقط بالعكس قد أشانا تسكرس إن بوند جمل فعلية لنا جمل اسمية جا هيلان ترشكريكا فعلية جاب لنا اسمية جاب جا هيلان ترامس قد شنا قلب وشيشنا تسكرس نقلامس berilgan fe'lni xabar qilib birinchi ismga aylantiramiz va xabar qilib qo'yamiz. Ismga aylantirishimiz uchun ism fa'il qilishimiz kerak bo'ladi. Buni ham hozir birgalikda qilamiz. Ustoz Fatima ضاع المفتاح نعم ترجمي
Qo'ymoq'a ustozi? Yo'qoldi. Yo'qoldimi? Kalit yo'qoldi. Endi yo'qolgan kalit deyishingiz kerak. Ba'ani ismul fa'ili ba'i' bo'ladi. Ba'i' bo'ladi va buni xabar qilib qo'yishimiz kerak. Gap oxiriga ya'ni. Al-mistahu iqro al-mistahu za'i'un. Za'i'un. Ma ma'na hazihi al-jumla? Kalit yo'qolgan. Na'am. Jayyid. Ustaza Nilufar iqro al-jumla as-saniyata. أسرع القطار. أسرع. أسرع القطار. تجرى البويست. القطار سريع. نعم. لكن أسرع باب دبير جانوچون أفعل باب دبير بتدي. أفعل ثلاثي مزيد يعني أوش خارف للك زايد قوش الجان باب لردن دي. Xuddi boyagi muzlim chiqdi-ku. Ana o'sha af'ala azlamani ismu fa'ilida. Demak, asro'anikiga ham boshiga mim qo'yamiz. Musri'un bo'ladi. Lekin sulasi mujarrad bo'lgan deydi, unda sari'a bo'lar. Lekin fa'il bobi af'alaga ham ismu fa'il etgancha fa'il bo'lib ham keladi. Ham shunisi mashhurroq. Lekin min bilan ham kelishi mumkin demoqchiman. Sariya ko'proq tarqalgan. Lekin min bilan ham kelib qolishi mumkin. Xuddi boyga muslimga o'xshab. Jayid. Ahsanti. Ustaz Lobar iqro il jumlata salisida. Zadan nilu. Nil toshdi, ko'paydi. Ko'paydi. Al-Nilu Zaidun. Zaidun. Zada. Zaidun. Zaidun. Bo'ladi. Zada ismi fa'ili. Ko'paygan. Ko'paygan nil. Toshgan. Fa'ba bo'ladi. Toshda bu ko'paydi. Suv ko'paydi. Asala iqro il jumlata robi'ati. Yusmirul bustanu. Bog' meva beradi. Ana endi mash. Al bustanu yusmirun. Yusmiruni. Asmaro bo'lganligi uchun boyga tikanimiz mimli keladi. Ana endi ba'zida mimli bo'ladi, ba'zida fa'il va ba'zida mufa'il ishlatiladi-da. Bu yerda mufa'il bo'ldi. Musmir. Jayid. أستاذ سليمة اقرأ الجملة الخامسة. يغرد الطائر خش ترى لا يبدا. سير يبدا. الطائر ما أنا قلنا طارد ما. غرد يغردون اسم فاعل مغرد بولاد. مغرد. Yam mim qo'shiladi. Mug'arridun kuyluvchi, ya'ni o'sha kuylayapti degan ma'noni beradi. Va Zulayha iqro il jumlata al-akhirata. Yugha al-misbah. Yo, yo, yudiyul. Yudiyul misbah. Bu ham xuddi o'sha adoa af'ala bobida. Buni modisi, demak boshiga mim qo'yamiz. Shunda ma'nosi
yonadimi mudi nur taratuvchi bo'ladi baribir yonayotgan chiroq bo'ladi yudi ul misbah chiroq yonyapti degani mud endi mim qo'yamiz ismu fa'ilga almashtirish uchun chunki jumla fe'liyadan jumla ismiya qilamiz edi biz o'shaning uchun hozir mana demak af'ala bobidagi fe'llarni ismu fa'ili boshida mim qo'shiladi muf'il bo'ladi adoaniki mudiun bo'ladi al misbahu mudiun ham yonuvchi chiroq degani chiroq yonyapti degan ma'noni bildiradi chunki boya aytdik ismu fa'il mudoriyani ma'nosini beradi dedik mudoriyani ham ismu fa'il ma'nosini bersak bo'ladi ikkalovi bir xil ma'noni bildiradi اكتبنا هذه الجمل في الدفاتر وترجمناها واكتبنا اين المبتدا واين الخبر خد شنقا ماشي فعلي جاب يوزف ستريلكا قلب ماشي فيلدان نام باسم فايل جا ايلان يعني نيوز بويلو وزيلو تشنشن عرلي والتمرين الاخير التدريب السابع تمرين في الانشاء endi yana gap tuzadigan anaqa mashq ajib ani lasilati latiyati bi jumalin tamatin va bayyin nawa kulli jumlatin tujibu biha izan yajibu alayna an nujib bi hazihi asila va javob berayotgan gapingizni jumla fe'liyami ismiyami aytarkansizlar javob berarkansizlar va javobinglarni qanaqa gapligini aytarkansizlar ismiyami fe'liyami apelsinni shakli qanaqa shaklul burtuqolati شكل البرتقالة مستديرة أبيسينين شكل نوع الجملة ما رأيك هذه الجملة جملة اسمية نعم هذه الجملة اسمية صحيح شكل البرتقالة مستديرة جملة اسمية سؤال ثاني أستاذ العبر ما لونها رانجي قنقة لونها سوداء برتقالية لونها برتقالية أبيلسين بيرين برتقالية لونها برتقالية أبلسين رنج ما نوع الجملة لونها برتقالية جملة اسمية صحيح جملة اسمية قلدين يعني قدن كما لسس تبا دي ما شخطقوا كتو تزاي اقرأي الجملة الثالثة كمان أنا حية هي أم خشنة؟ لما تدري أزر قلت أنا عمة هي أم خشنة؟ أنا عمة هي أم خشمة؟ خشنة خشن بسيجان بولاد خشنة ناعم دیگه يمشق دیگه نه خشین دیگه نه قطق دیگه نه او يمشق میه که قطق نه يمشق هي خش ان انا عمتم یا ام دیگه نه استفهام او وپرس انا عمتون هي ام خشنه بصورة
bu so'roq mi degani-ku a. Naymatun. Hiya naymatun. Hiya naymatun. Ma na'ul jumla? Jumlatul ismiyye hiya mubtada naymatun khabar. Naam, ahsanti. Khabar bil mansub bil damma. Marfu bil damma. Naam. جيد أستاذة كم وقت ماذا قال أستاذة فاطمة اقرأي الجملة الرابعة هل أكلت برتقالة 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 سين أبل سين يدين ما يجام سان يجام سان أبل سين يجام سان يدين ما تيجام ولا ده ها يدم دي مستاذة نعم أكلت برتقالة تن برتقالة جيد نعم أكلت البرتقالة تدب البلان إتسيس يعني أم طور الرابولة چونكي بطو عمرز بوش بيت تدانا أبيل سيما ينسو بر كتوش تيه جندر سيس چو مسا شانچو ألقوي أمس خب جواب أكلت برتقالة أكلت البرتقالة برتقالة أكلت فيل بوات جملة فيلية بوات برتقالة أنا قبوات خبر بوات مفعول به جملة فعلية ده خبر بولاد ما يا خاص بوميد جملة فعلية ده هيش خاصة خبر بوميد فعل فاعل مفعول بولاد خب عسالة اقرأي الجملة الخامسة هل أنت موجودة أو ننتقل إلى طالب أخرى؟ كيف وجدت طعامك؟ طعمها هناك طعمها اشتركوا ما كويش تمتم يوق طعم كيف وجدت طعمها؟ قندي هنا طعم قندي دبلدين تامنا قناقة دبلدين يعني ما دبيتو ليسان تامنا حق دادو هي لذيذة نعم هي لذيذة ما نعمل الجملة هي لذيذة جملة اسمية صحيح جملة اسمية والسؤال الأخير سليمة كم تشتري تشتري البرتقالة ترجمي السؤال. أبل سن قنطقة صوت بول جنسا. صوت بول سن. أوليات صوت بول سن. هذه جملة الفعلية دوران سنوكوزنين. يو بو سؤال اتمي أبتسيز جواب بيرين و جواب إزنا قنطقة جاب لغنية تاسس. اشترايتها بولادا جاروش سيز صوت بولدم ديجانا اشترايتو صوت بولدم استاز لغة توز جاترس اشترايتها اونا صوت بولدم بكم هزنش بول اوزبكستان ده بلسي اتواري لنرخنا 20,000 درهم زين سوم لقيناه مشخص جيد ما نوع الجملة اشتريتها بعشرين ألف ما نوع هذه الجملة؟ هذه الجملة الفعلية اشتريت في الماضي أنا فاعل تاء المتحرك ضمير متصل أنا ما فاعل تاء المتحرك تو حركة تو فاعل مش فاعل الماضي تو فاعل أنا مفعول به
ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ب حرف جر 20 اسم مجرور بالياء. و ألف تمييز. Bu narsalarni ana sonlarni etilishini hali o'tamiz yana inshaalloh. Shunaqami, men juda qiynalamanda, o'tib ketaveringlar. Xo'p, yaxshi. Intahayna min hazal mavdu' min mavdu'i al-jumal al-ismiyya va fi dars al-qodim inshaalloh sanadrusu nasbul fi'l al-mudari'. Qachon mudori fe'lini oxirini fathali qilishi o'tamiz keyingi payshanba kuni inshaalloh. Liman hazal mavdu? Asolatki. Asala istaiddi jayidan lil qiroati al bahs wal qaida. Tamam, sanaltaqi fi dars al qodim inshaalloh. Assalomu alaykum. Shukran lak. Inshaalloh sanaltaqi g'odan. Idarlik sarf. Rahmat ustoz. Alloh hazir. Jazakillah khoyron.